You got some money for me, boy? It's all I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go away. Now هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين؟ بخير مبسوطين، رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، وفي مقطعنا لليوم راح يكون عندنا مجموعة من ايش راح يصير لو للمرة الاولى. على سبيل المثال ايش راح يصير لو تبرعت مليون دولار للمخيم، ايش راح يصير لو جبت الشرطة لموقع المخيم، ايش راح يصير لو جبت عدو لبيتشرز هوب مزرعة جون مورستن. حلقتنا اليوم لهبية جدا، فيلا نخش في المقطع. طيب اولا راح نبدا بايش راح يصير لو تبرعت للمخيم بمليون دولار. زي ما تعرفون دائما لما ارثر مورغان او احد افراد العصابه يقول لداتش عندنا الفلوس الكافيه اننا نهرب ونترك هذه المعمعه، داتش يرد ويقول نو وي نيد مور ماني، وي نيد مور ماني، نحتاج المزيد من المال، نحتاج المزيد من المال. الان راح نتبرع بمليون دولار ونعطي للمخيم مليون دولار ونشوف ايش راح يصير. طيب الآن زي ما شفتوا تبرعنا بمليون دولار وزيادة. طبعا بعد ما تتبرع بهذا المبلغ الضخم جدا دوتش راح يقول التالي. All of you. All of you get to work. This is fine country. Rich country. So get to work, all of you. We can do well and fine here for a while. They will not think we came this way. So get to work. We still need money. Lots of money. Get to work. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. One more decent take. والله آرثر مورغان وجهه طلع على فوق، يعني مصدوم تماما. يا رجل آرثر مورغان تبرع لك وحط للمخيم مليون دولار كاملة وانت تقول we need more money. آرثر مورغان وجهه طلع على فوق وانصدم وانجلط تماما، يعني مهما تبرعت بفلوس ملايين آلاف عشرات دولارات دوتش راح يقول we need more money. طيب اللي بعده، كثير منكم كان يطالب ايش راح يصير لو جبت اعداء لموقع المخيم. اوكي اولا ايش راح يصير لو جبت الشرطة للمخيم، تعالوا نشوف سويا. Thank you.
زي ما شفتوا بمجرد ما الشرطة عرفوا موقع المخيم ووصلوا له على طول جات كاتسين ورجعنا للعبة بدون شرطة وبداخل المخيم. يعني حرفيا لو جبت الشرطة للمخيم راح تفشل وراح يعيدك من آخر شيك بوينت. طيب اللي بعده، ايش راح يصير لو جبت صائدي الجوائز او الباونتي هانتر للمخيم؟ طبعا هذه المره نوعا ما مغايره عن الشرطه، تعالوا نشوف سويا. زي ما شفتوا جبناهم الى المخيم، لكن هذه المرة مو على طول ظهر الكاتسين وعادنا، لا هذه المرة العصابة باكملها تقاتلت مع الباونتي هانتر وصايدي الجوائز لحد ما قتلوهم كلهم. بعدها جات الكاتسين وعادنا من داخل المخيم زي ما تشوفون. طيب اللي بعده، ايش راح يصير لو جبت عدو لمزرعة جون مورستين البيتشارز هو؟ طبعا هذه صراحة افضل ايش راح يصير لو بالنسبة لي في هذا المقطع. طيب عشان تسوون هذه التجربة لازم اولا تمسك اي عدو من الاعداء، سواء كان اوردريسكول او انه سكينر براذرز، لكن اهم شيء انه ما يكون شرطة، جيب اي عدو وامسكه بالحبال، قرب من بيتشارز هوب، بعدها فك الحبال عنه وراح يبدأ في الجري الى داخل بيتشارز هوب والمزرعة. طبعا بعدها الان راح يبدأ بالجري بالجري وبالجري. اولا زي ما شفتوا مر بجانب جاك مورستين، جاك مورستين ما سوى اي شيء، لكن بمجرد ما مر بجانب ابيجيل، ابيجيل تحولت الى شخص ثاني وامرأة مغائرة، بدت تلاحق السكينر براذرز وقعدت تلاحق وجري جري جري وتحاول بقدر الامكان انها تضربه. ترى ابيجيل راح تجري معاه لحد ما تصيده، ابدا ابدا ما راح TS. طبعا انا ساعدتها وقدرت اني امسك السكينر براذرز، ابيجيل جات من اخر الشارع وعطته بوكس دمرته تدمير كامل، بل انه السكينر براذرز مات زي ما تشوفون. بعد ما قتلته وضعها تمام، على طول بدت تمشي وترجع للمزرعة وللبيت. طبعا هي قتلته تقريبا في اخر المخيم، في اخر مخيم، في اخر المزرعة معليش، بعدها رجعت وضعها الطبيعي، أم طبيعية متواضعة وعادت للمزرعة. صراحة شيء جدا جدا رهيب، وأبيجيل يعني عطته بوكس دمرت تدمير شامل. طيب ايش راح يصير لو جبت الشرطة لداخل مزرعة جون مورستين وبيت جون مورستين البيتشارز هوب؟ تعالوا نشوف سويا. زي ما شفتوا جبنا الشرطة والعدالة إلى داخل المزرعة وإلى داخل البيت. نفس الشيء حدث اللي في المخيم، جاتنا كاتسين وعلى طول رجعنا من دون الشرطة ومن دون العدالة. بكل بساطة مهما حاولت انك تجيب الشرطة الى المخيم او الى بيتشارز هوب، فرح يجيك الكاتسين هذا ورح يعيدك من اول وجديد بدون الشرطة. طيب يا لهبيين، شاركونا اراءكم في خانة التعليقات، ايش افضل شيء عجبكم من الثلاثة، ايش رح يصير لو؟ بالنسبة لي انا صراحة ابيجيل والسكينر براذرز
أفضل شيء. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك لتجيكم أبيجيل تعطيكم بوكس تدمركم تدمير شامل. يلا سلام عليكم.